النهارده يوم يعني من الايام اللي احنا بنعدها يعني علامه بارزه في تاريخ جهاز حمايه المستهلك. اسمحوا لي باسم جهاز حمايه المستهلك ان احنا اولا نشكر معالي الوزير على استضافتنا وان هو سيادته رئيسنا اللي احنا بنحبه اللي هو يعني ما في حاجه احنا طلبناها لجهاز حمايه المستهلك الا كان سيادته هو اللي سابقنا في تحقيقها. في الحقيقه الفتره الاخيره شهدت يعني طفره في عمل جهاز حمايه المستهلك بسبب دعم معالي الوزير لينا، واحنا دايما بنشكره شكر متواصل. واسمحوا لي باسمنا جميعا ان احنا نرحب باخويا الصديق العزيز الجميل الدكتور سعيد ابن خميس الكعبي رئيس هيئه حمايه المستهلك في سلطنه عمان، والوفد الاخوه الاعزاء الوفد المرافق لسيادته، لان احنا في تواصل دايما بيننا وبينه. وانا اعتقد ان احنا في المؤتمر اللي اتعمل في 17 و18 يونيو اللي فات عن حمايه المستهلك في الوطن العربي كان اكبر دليل على التعاون والمحبه اللي احنا بتربطنا. واحنا النهارده يعني برعايه معالي الوزير وتشريفه ان هيتم توقيع بروتوكول تعاون ان احنا نحط، احنا التعاون موجود ومتواصل، انما نوع من الوثيقه ان احنا بنقدمها كبدايه للتعاون في الوطن العربي بين اجهزه حمايه المستهلك، لان لن نصل الى سوق عربيه مشتركه الا من خلال التعاون بين المنظمات او الاجهزه اللي هي المتماسكه في الدول العربيه.